لم يكن هدف زيارة الوفد البرلماني البرازيلي إلى سوريا توطيد العلاقات السياسية والبرلمانية فحسب، بل كانت تحمل بين طياتها بعدا إنسانيا ووجدانيا باعتبار أن بعض أعضاء الوفد لهم جذور سورية في منطقة وادي النضارة. ففي كنيسة الشحارة بقرية المزينة التقى الأقرباء ولأول مرة مع بعضهم البعض ليستذكروا جذورهم في جو من الشوق والفرحة باللقاء. هو كتير مبسوط ومشاعره كتير 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 حلوة لأنه هنن 35 حفيد موجودين بمنطقة بالبرازيل، أخوات اللي راحوا من هون للبرازيل، ثلاث أخوات لجده. كتير هو مبسوط أنه رجع لهون، كان متوقع المزينة تكون أكبر لأنه فيها كتير ناس بالبرازيل من المزينة، بس هو شاف ضيعة كتير حلوة وكتير مبسوط أنه كان في شعور بدون ما يلمس هذا الشيء وهلأ لمسه. من شي سنة اتصلوا فينا من القنصلية البرازيلية وطلبوا حدا يقدر يحكي شوي انجليزي مشان يتواصل معه. طبعا نحن عم نحكي مع جابر فيليب وابنه ناتو وولاده كلهم، صرنا اصدقاء على الفيسبوك، بيتابعونا دائما، بيشوفوا اخبار الضيعة، حضروا معنا افتتاح شجرة الميلاد بالمزينة، ودائما دائما عم تواصل معهم ونطمنهم عنا. وخاصة القرابة انه نحن ما بنعرفهم يعني بالشخصي، بس هلق لما شفناهم وعرفناهم الارض ما بتسع، فرحة كثير كبيرة. الوفد البرلماني البرازيلي برئاسة الدكتور أرليندو شيناليا يرافقهم محافظ حيمص طلال البرازي، جالوا في أرجاء الكنيسة الأثرية التي تدل حجارتها السوداء على عظمة الأجداد وحضارات تعاقبت عليها منذ مئات السنين. كما تجول الوفد في قرية المزينة وزاروا أحد منازل الأجداد وتواصلوا مع أقاربهم عن كثب وتبادلوا أحاديث الذكريات المتعلقة بالأجداد والأمجاد. هذه الزيارات البرلمانية لبرلمانات عالمية تؤكد بأن سوريا بعد هذا الانتصار ستكون على موعد مع إعادة العمر. هذا اليوم كان كتير مميز بالنسبة له لأنه ولا مرة كان متخيل أنه ممكن هو أنه يزور المزينة ويشوف قرايبه. هاي الزيارة اللي اجت بعد زيارة عائلته بهاي المشاعر، وصل لهون على الكنيسة مثل ما خبروا أبونا أنه الكنيسة فيها مشاعر حميمية، مشاعر حب جدا وطاقة إيجابية كبيرة. هني كل شيء بيربطهم بسوريا بيرجعوا له، وهني برا كمان عندهم مناصب وعندهم شغلاتهم يعني اللي بيفتخروا فيها، بس حنيتهم للوطن بتضل أقوى. وإلى المشتاية في وادي النضارة حيث دير القديس مار جورجيوس أحد أجمل تحف الفن البيزنطي، كانت محطة الوفد الأخيرة حيث كان في استقبالهم رئيس الدير وأخذهم في جولة ضمن كنائسها القديمة والحديثة، واستمعوا إلى شرح مفصل عن أهميته الدينية والتاريخية والاجتماعية في نفوس كل من يأمه. السوريين وين ما راحوا بالعالم وخاصة بالبرازيل، السوري وين ما بيروح هو بيحن للوطن الأم سوريا اللي هي أم الكل. سوريا مهد الأديان والحضارة والثقافة، سيظل حبها ينبض في قلب كل سوري ويسوقه إلى أرض الأجداد ليعيد مع ذويه أعمارها من جديد. من وادي النضارة بريف حمص الغربي، شيرين العلي، الإخبارية السورية.